المزمور السابع، صلاة وتسبيح للخلاص من الأعداء. أيها الرب إلهي عليك توكلت، فخلصني من كل الذين يضطهدونني ونجني، لئلا يمزقوا كالأسد نفسي حيث لا منقذ ولا مخلص. أيها الرب إلهي، إن كنت فعلت هذا أو كان ظلم في يدي، إن كنت قابلت بالشر من قابلني بالخير، فالأهلك عندئذ قدام أعدائي خاويا، وليطرد العدو نفسي ويمسكها، وليطأ حياتي على الأرض، وليحل كرامتي في التراب. قب يا رب في غضبك، ارتفع على هياج أعدائي، استيقظ أيها الرب إلهي حسب الشرعة التي بها أمرت، وجماعة الشعوب تحيط بك، ثم عد من أجل هذا إلى العلا. الرب يدين الشعوب، دني يا رب بحسب بري وحسب براءة التي فيها، لينقرض شر الخطأة. أنت ترشد الصديقة، أنت يا إله العدل تفحص الكلى والقلوب. معونتي من عند الله مخلص مستقيمي القلوب. الله قاض عادل وقوي وطويل الأنات، ولا يوقع النقمة في كل يوم. إن لم تتوب يسقل سيفه، واترى قوسه وهيأها وجهزها بآلات الموت. هيأ سهامه للهائجين، ها هو ذا الشرير قد تمخض بالشر، حبل عناء وولد إثما، احتفر حفرة وعمقها، فيقع في الهوة التي صنعها لغيره. يرتد عناؤه على رأسه، ويسقط شره على هامته. إني أحمد الرب على حسب عدله، وأرتل لاسم الرب المتعالي. آمين.